استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بقاعدة عيسى الجوية عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة والتابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وخلال الاستقبال رحب سمو قائد الحرس الملكي برجال مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين، وعرب عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس، وذلك ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيق بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشار سموه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة. وتفضل سمو قائد الحرس الملكي بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابع لقوة دفاع البحرين، تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية. هذا وقد حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين.